السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جايبين لكم مشروع نموذج مستقر لإشارة المرور. طبعا هذا المشروع منظم بجهاز PLC. طريقة عمل المشروع هو عن إشارة السيارات دائما الضوء يضيف لحن أخضر اللي إذا كان أحد الأشخاص اللي يريد أن يأخذ انتقال من المنطقة إلى المنطقة الأخرى عليه أن يضغط على الزر، فعندما ضغط على الزر يضيء الأزرق لتخفيف السيارة ومن الأمل لتوقف السيارة، فيضيء الأخضر للمشاة فترة معينة، فعند انتهاء الفترة معينة يضيء الأحمر لتوقف المشاة استعداد السيارات فالأخضر إلى يمشي.